مبسوطة اني بشارك في حدث زي ده، مبسوطة ان احنا ابتدينا نتابع التكنولوجيا في العالم، ويبقى نفتح شركات لا تقل عن الشركات العالمية. امريكا بقى لها يمكن 3 سنين بتعمل افلام للانترنت مخصوص، بتعمل اغاني للانترنت. فبدل ما يبقى في قرصنة، انا مستعين ان احنا ابتدينا هنقضي على القرصنة بفكرة ان في شركة مخصوص لافلام الانترنت، او لما يدخل حاجة زي تبقى عن طريق قناة مخصوصة عايز اقول لك في كتير من صناع السينما في امريكا اصولهم مصريه ومصريين اصلا، فاحنا ما نقلش عنهم، بالعكس احنا شايفه مصر بتاخد خطوات واسعه، شايفه مصر بتاخد مكانه. يعني الحمد لله بعد الكبوه اللي حصلت في 3 سنين اللي فاتوا دول احنا اتغيرنا وتفكيرنا اتغير وبقينا سابقين، فاحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نبقى زيهم. شايفه ان الارهاب بيصر ان هو ينال من مصر، وشايفه ان احنا اكبر من ده. انا بعزي اهالي الشهداء، يعني مش عارفه اقول ايه. الانفجار ده كان على بعد اقل من 300 متر عن بيت والدتي برضو. بقول ان الارهاب جبان، وان الارهاب هينتهي قريب جدا، ودي يعني زي ما بيقولوا كده الانفاس الاخيره، حلاوه تروح، بس ان شاء الله مصر مش هتتغلب عليها. كفايه قوي ان مصر البلد الوحيده اللي صمدت وش الارهاب، واللي شعبها قدر يبقى شعب ذكي وما قدرناش، والحمد لله ما دخلناش في اي حرب.